بعد تغريدة الشيخ علي بن عبد الله البادي رئيس مجموعة البادي للاستثمار القابضة في مواقع التواصل الاجتماعي حول افتتاح مركز اللياقة الطبي بولاية صحم في 2 أكتوبر القادم، صوت صحم للإعلام تقص الخبر من الشيخ علي، حيث أفادنا بوجود تنسيق مسبق وتعاون بين المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة شمال الباطنة ومجموعة البادي للاستثمار القابضة لتهيئة المكان في مستشفى صحم من الجانب الخلفي ليكون مركزا للياقة الطبية وقسما آخرا خاصا لمراجعي مرض السكري. وأفادنا أيضا بأن هذا المركز سيخدم عمالة المنازل وعمالة الشركات، وسوف يوفر الوقت وعناء الطريق عوضا عن الذهاب إلى المركز الرئيسي في المنطقة الصناعية بصحار، وسيكون الباب الرئيسي للمركز خلف المستشفى بحيث لا يشكل ازدحاما مع مراجعي المستشفى. أحمد النقبي، صوت صحم للإعلام.